السلام عليكم. لا لقب الخريف أشفل غليل، ولا الفوز على خنيفرة بهدف يتيم أعاد الاعتبار. كيف لا وقد وقع المحظور وكشف المستور. الحائل نادي أولمبيك تشيرة خارج حسابات الصعود لقسم الأضواء بنسبة كبيرة للموسم الثالث على التوالي، حيث خسر الرهان كعادته في الأمتار الأخيرة من السباق. ترى ما الذي بين الأولمبيك وبين المركز الثالث غالبا والرابع تارة؟ هل هو حقا قدر الأولمبيك في هذه الحياة، أم أن هنالك أيادي خفية خلف الكواليس تتعمد حدوث ذلك؟ السلام عليكم. بصفتي واحد من أبناء المنطقة وغير على هذه الفرقة ديال تشيرة، جيت نوصل واحد الرسالة للناس ديال الأولمبيك تشيرة. واش شي حاجة كاينة تما مستهدفة ما فرصناش ولا؟ حيت نفس السيناريو كنشوفوا هذه مدة ديال 3 سنين. واش شي حاجة كاينة في الإدارة ولا اللاعبين ما بيناتهمش ما متفاهمينش ولا؟ شي حاجة كاينة تما كنستغربوا ليها حنا كمشجعين. حنا كمشجعين عندنا واحد الرسالة وحدة بصفة عامة، اللي هي بينا نعرفوا اش داكشي اللي كاين تما، شنو هادشي اللي حنا ما فرصناش؟ واش شي حاجة ما في بالناش ولا؟ حيت نفس المسرحية 3 سنين هادي، إلا جينا نشوفوا خريبكة ضربناها ألي روتور اللي هي مكلاسية حاليا دوزيام، ما دابا كنخسروا مع فرقي لا علاقة، يعني بحال الماتش ديال بن قرير ميتشان لا علاقة. كنا كنقولوا بلي غنضربوهم، صدقنا خاسرينهم، دابا ولينا داخلين في الحسابات. حنا واحد الرسالة اللي بينا نوصلوا، يقولوا لنا هاد الناس شنو كاين ومن الآخر. السلام عليكم، تحية نضالية وتحية لجميع المشجعين ديال الأولمبيك تشيرة والغيورين على القلعة الخضراء. بأمان أن التصريح ديالي غادي يجي قاصح شوية، واخا فوجه المسيرين اللي ديما كيعطينا وعود كاذبة، وتنشوفوا الجمهور اللي كانت بيناتهم واحد النيتية وكان عندهم واحد الهدف أنهم يوصلوا الفرقة للقدام، ما شفنا والو، شفنا وعود كاذبة، شفنا مسيرين كل دورة وكل موسم كيضحكوا على الشعب تشيرة واللي شغوف أنه يمشي للقسم الأول، وكنتمناو شوية العطاء وشوية ديال السخاء لهاد الناس هادو. راه بزاف راه تفرشتوا، راه كل عام صاحبي واش ما شبعتوش؟ راه الاولمبيك راه ماشي ديالكم، راه الاولمبيك راه ديال الصالح العام، ديال الناس الغيورين، ديال الناس الاصليين. انت قول بلي بار ديال الناس كتجي من مدن كاع ما كتستاهل كتشد الصاليرات. كنشوفوا اللعابه ولاد المدينه اللي خاصهم يلعبوا بحال ابرز مثال امينه غولا، كنشوفوا شي واحدين اخرين بحال بولهروت اللي كيلعب في المنتخب ما كتعطاهمش فرصه. بنادم خاص راه باش دير لامونتي وباش دير سميتو راه غتلقى ولد البلاد فيه الخير وما يجيش تلقاها في البراني. هادشي اللي غادي نقول. وتحيه الجمهور الحقيقي، ماشي الجمهور اللي ورا الكواليس اللي كيمشي كيشط 4000 ريال ولا كيشط 6000 ريال ولا كيتسنى القفه. حنا هادشي ما بيناش، حنا بينا الفرقه ديالنا، حنا ما بيننا لا نخدمو ما بيننا لا كيوسك لا والو. حنا راه مناضلين في سبيل الشعب التشيراوي والفرقه، وشكرا. هادشي اللي كاين. السلام عليكم. هاد الناس اخويا ديال التشيرا شنقول لك، هاد الاوضه هادي راه طيبون اخويا، وانت كتشوف اصاحبي راه 3 سنين دابا ولا مونتي كتمشي لينا غير هكاك اباء منطوره. واش حنا دابا غاديه معانا البالون 3 سنين هادي؟ واش ديما غتبقى غاديه معانا؟ راه ما يمكنش. هاد الناس هادو حنا بينا يعرقوا لينا على التوني، الله يجعل بنادم يجي من اسرائيل اصاحبي لبس داك التوني يكون قد عليه وعلى قد المسؤوليه. ماشي حنا اصاحبي كل عام اصاحبي تتعاود عندنا نفس المسرحيه نفس السيناريو نفس الغابه تيستحمرونا بهذا الشكل هذا. اخويا اش نقول لك، هذا الشيء هذا ماشي معقول الصراحه والله. كتمشي لينا صاحبي لا مونتي 3 سنين هادي على والو. واش اخويا بن قرير صاحبي بن قرير تتولي ضربنا حنا؟ بن قرير تتغلبنا؟ راه حشومه صاحبي ضاربين خريب قال لي يا مكلاسي الدوزيام الي روتور صاحبي. والسلام يا صاحبي. واش صاحبي واش عيبال بيتان عرف انا واش الا ما طلعناش هذا العام امتى نطلعوا؟ وما كايناش صاحبي شي فرقه غتنافسنا على الصعود، ما كايناش حتى شي فرقه انا بانت ليا غتنافسنا على الصعود. هذاك العام بعدا قلنا راه كاينين فرق واعرين، هذا العام اخويا راه ما واش نقول لك، هذا الشيء راه بزاف والله. هاد الناس خصهم يبينوا لينا اش كاين تما، بينا نعرفوا اش كاين في ذاك الداخل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مشجعي اولمبيك تشيرة. اخويا كنشوفوا 3 سنين هادي هما كيوعدونا الصعود هذا العام كاين ان شاء الله، والوعود الكاذبه ما شفنا منهم والو. عوض بنادم ما يشوف مصلحه الفريق كيشوف السياسه والانتخابات. ادعيناهم الله والله ياخذ فيهم الحق. الكوميتي كاملين شفاره من اطل الزيد. الشريف حط الصوارت وحيد ليا من تما، خلي الناس اللي بغات تخدم اللي بغات تخدم المدينه ديال بصح. ما انتم راه شفنا منكم على الانتخابات وتلقينا علينا، انا ما شفنا معكم لا صعود لا والو. الله ياخذ فيكم الحق. ود هذا الشيء اللي نقول لكم انا، هو إخفاق مرير وخيبة أمل جديدة سيعيشها عشاق هذا الكيان، إذ ستبقى بمثابة شوكة في حلقهم إلى أجل غير مسمى، بينما قد ينساها المسؤول في لحظة واللاعب في أيامه. ميكروفون خالد بادو، أخبار الفجر المغربية، التشيرة.